سنطل عليكم على مدى 3 أيام في أيام هذا العيد المبارك. لكم يرق الفؤاد وترق التحايا وأجمل التحايا بمناسبة عيد الفطر المبارك، عاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. يلا ابو حسنين، طبعا احنا قبل ان نتطرق كلي شاي متاكلين كلين يا ابو لا واحده بس واحده. احنا قبل العيد باسبوعين من كنا صغار الوالده جابت سمك بني شرته قعدنا الصبح الزنابير كلها صدق ما نفس الجلد والله. هم صادفت فد يوم انت مسافر مع المنتخب وصار العيد، شنو الاجواء اللي صارت في المنتخب الوطني؟ نخلصك اي هيك تسوي لهم؟ اي والله. اذا جو بيت عمي فشنايينهم ما راح يسكتن، ليش؟ راح يقولون شنايننا ما نطفن عدل. شوف الفردات، شوف الكراتيب، شوف الكلام. تشلب بي انا لازم اضربه واقعه. نعم. اقول له حبيبي بس خليني ادفرك بس. اخر شيء عطت قلت له بروح امك خليني ادفرك. ما خلاك؟ يا شدة اللي ينكسر سوقه من تخلي زايد حمل فوقه. صحيح. يا غير كون يتوب ويتشن. ايه. انصخم يا الابهر دومك تحن. اني اسوي. سويني كليتش وما جبتينه. ما جابت. مع الاسف. العيد الجاي. العيد كان وما زال لحد الان يمثل تسامح حقيقي، يمثل محبة حقيقية.